أبو رعد خلص قررت أوفر عليك من هون وطالع قد ما بقدر. إيدي بزنارك يا مرعد، بس كيف؟ يعني بدل ما تشتري صحن الفول من المطعم اللي تحت بدينار، أنا بعمل لك إياه بالبيت. الله يخلي لي إياكي، هيك النسوان ولا بلاش؟ يلا إيدك على 20 ليرة. شو؟ لويش؟ هلا عاد، بدي كيلو فول حب وقطرميص طحينية وكيلو ليمون وقلن زيت زيتون وراسين توم وكيلو حمص حب وعلبتين حمص مطحون وقية كمون وبدي صحن مجور أحط لك فيه الفول.